تنبيه صغير قبل ما نبلش هذا الفيديو، هذا الفيديو راح يكون فيه شوية كلام غير مناسب للأطفال، فإذا عمرك أقل من 15 سنة لو سمحت اطلع من هذا الفيديو وما توجع راسك، اطلع من هلا لو سمحت. اليوم يا جماعة راح نحكي عن أكثر واحد بيجيب أم 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 العيد في السوشيال ميديا، اللي هو أحمد حسن. طبعاً أغلبكم بيعرف شو الأشياء اللي عملها أحمد حسن بالسوشيال ميديا، ولكن حالياً أحمد حسن متهم بإنه متحرش. قال لي يعني هتحضنيني وتبوسيني، اعتبر كده تحرش بيا لفظياً يعني. بهذا الفيديو راح نتفرج على الفيديو لهاي البنت اللي بتتهم أحمد حسن بإنه بتحرش فيها، راح نشوف إذا هل هذا الكلام صحيح ولا كذب، ونشوف الرد اللي ردوه أحمد حسن وزينب على هذا الكلام. وهو واحد مش محترم ومتحرش، تضربه بتستدرجي ليه؟ ما يولع ما يتفلي ما تسيبيه وتخليكي محترمه لنفسك. خلينا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ معاكم بدر 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 بدر. كيف حالكم يا جماعة؟ والله أنا مشتاق لكم يا جماعة، جدا أنا مشتاق لكم. أنا عارف يا جماعة، عارف إني صار لي فترة مش قاعد بنزل فيديوهات كثير، بس لأنه مش قاعد بصير أكشن في السوشيال ميديا، لحد ما إنه اليوم صار في أكشن كثير 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 خرافي. إنه أحمد حسن اللي كلكم بتعرفوه، أنا عملت عليه فيديوهات قبل هيك لما كان راح ينسجن، متهم بإنه بيستدرج بنات عن السوشيال ميديا وبعرضهم للتحرش. ففي بنت اسمها سما طلعت على اليوتيوب، نزلت فيديو حطت فيه سكرين شوتات بتبين كل الحكي اللي بيحكيه أحمد حسن، حطت تسجيلات صوتية بتبين إنه هذا الشخص هو فعليا أحمد حسن. طيب يا بنتي، ده فويس اوف صوتي عشان أتأكد إن أنا متأكد عارفة صوتي مظبوط. فرح أورجيكم الفيديو تاع هاي البنت اللي بتتهم فيه أحمد حسن بأنه بتحرش فيها، ورح أورجيكم الإثباتات أنه هاي البنت كذاب فعليا كذاب. برضو رح نتفرج على الرد اللي ردوا أحمد حسن وزينب على هاي البنت والإثباتات اللي طلعوها من عندهم على الكذب اللي بتحكيه هاي البنت. بس قبل ما نبلش ونحكي عن كل هذا الموضوع، بدي أطلب منكم طلب صغير كلكم عارفينه على السريع، اشتركوا يا جماعة عشان نوصل نص مليون. بديش شيء ثاني، بس اشتركوا وحطوا لايك، اكبسوا لايك، اكبسوا لايك، ما تروحين تشتركوا، اكبسوا لايك. طيب يا جماعة خلينا نبلش من أول الموضوع، ونبلش مع البنت اللي اتهمت أحمد حسن بالتحرش اللي اسمها سما. البنت عبارة عن يوتيوبر صغيرة عندها تقريبا 6000 مشترك، بتنزل فيديوهات زي مثلا تحدي البطاطا. يعني صراحة بشكل عام فيديوهاتها سيئة جدا، لا تصوير ولا شيء، بس قاعدين باكلوا بطاطا. فهي البنت عندها كثير فيديوهات على اليوتيوب كثير، ولكن كلها ما عليها مشاهدات، يعني اكثر فيديو عليه 1000 مشاهدة، كلها تصويرها سيء ومونتاج سيء، يعني بس تصوير هيك كاميرا وباكلوا بطاطا. وبعد كل الفيديوهات فجأة نزلت فيديو بعنوان أحمد حسن كان عايز لقط معايا وزينب ما عندهاش مانع. فخلينا نبلش ونشوف هذا الفيديو مع بعض. وطلع بالقذارة دي، المصيبة ان هو طلب مني ان انا اروح فيلته، يعني هتحضنيني وتبوسيني. اوب 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 ايه ايه ايش ايش فيه؟ تاج واخراج وقاعدة في استوديو واضاءة وتصوير وموسيقى، وين فيديوهات اكل البطاطا؟ يعني ايش التجهيز الاسطوري اللي عملته عشان تحكي عن قضيه التحرش؟ والله يا جماعه احمد حسن تحرش فيه، فبدي احجز استوديو وبدي اضاءه مرتبه كثير وبدي كاميرا من احسن الكاميرات تكون موجوده، مصورين ومونتاج واخراج، بعمل الموضوع باحترافيه. يا صراحه انا اول ما شفت هيك الفيديو هذا اول شيء يشككني بصحه الكلام اللي راح تحكيه، بس يعني يمكن صدفه، يمكن. خلينا نكمل. قلت لكم ان في مفاجاه نازله، هي المفاجاه ان الاول بس انا سما عندي قناتي على اليوتيوب. ايش التشويق هذا يا جماعه؟ اليوم انا راح احكي لكم سر خطير، سر صار لي مخبيه عليكم سنين، وصراحه انا حكيت لكم انه في مفاجاه راح تكون بهذا الفيديو، بس يعني اللي صار انه اول شيء انا اسمي بدر بدر وعندي قناه قربنا نوصل فيها نص مليون، بس انتم مش عارفين تشتركوا هناك، مش عارفين نوصل نص مليون، وصلوها نص مليون. مين بيعمل فيديو انه حدا تحرش فيه بالبدايه بيجي بيحكي للناس انا عندي قناه على اليوتيوب، فاذا حابين تشتركوا تفضلوا. يعني الموضوع واضح، الموضوع واضح انه في كذب، بس يعني خلينا نكمل. يمكن متعوده انها تحكي للناس يشتركوا، يمكن ما بنعرف. خلينا نكمل. نزل انه هو عايز بنت فيلم قصير، فدخلت كلمت. القصه من ناحيه سما في البدايه انه احمد حسن نزل ستوري، وفعليا نزل هاي الستوري، انه كان بيطلب بنت عمرها بين 20 و35 عشان تصور فيلم قصير معاه. فدخلت كلمته وانا قلت ممكن مش هيرد عليا، لا اما هيرد، يعني حاجه من الاثنين. يعني انت لما بعتي له المسج كنت متوقع شغله من ثنتين، يا اما حيرد يا اما ما راح يرد. واو، ذكاء ذكاء، لا 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 لا، الموضوع فيه ذكاء اسطوري. ايه دايما نجرب دايما نجرب. احمد حسن كيفك؟ اوكي انا بعت مسج لاحمد حسن، يعني هلا اتوقع والله اعلم والله اعلم انه يا راح يرد يا اما انه ما راح يرد، والله اعلم ما بعرف، هيك اتوقع. ذكاء ذكاء. كملي. صوري. بعد ما بعت له صوري بقى لا انت جسمك حلو، ويعني يعتبر كده تحرش بيا لفظيا يعني. اوكي
اوكي اوكي اوكي، انا فيش لقطات بدي اياكم تركزوا عليها وبدي اخليها موجوده معنا لحد ما سما تخلص كلام ونسمع قصتها كامله. سما حكت انه هي بعتت صور لاحمد حسن، واحمد حسن يعني بلش يتحرش فيها، وكانت حاطه هاي السكرين شوت من المحادثه اللي بينها وبين احمد حسن. رح نتذكر هاي السكرين شوت بعد ما تخلص سما. خلينا نكمل. صراحه لما لقيت الكلمه دي فانا قلت ايه، طب لا انا هبرجره في الكلام تاني. سما لما شافته حكى كلمه زي هيك حكت مشاهدات بالموضوع لازم اجرجرك. انا جسمي حلو كثير هاي. بعت لي رقمه على الواتساب، كلمته وبدات المحادثه من هنا. اوكي، هون في شوي لقطه صغيره برضه حابين نركز عليها. حكت انه هو بعت لها رقمه على الواتساب وراح يروح يحكوا على الواتساب. سؤال صغير يعني، ليش حاطه اسمك على التيك توك هون؟ ليش ما حكيتي له اوكي خلص راح تروح على الواتساب، ليش بعتي اسمك على التيك توك؟ اظن ممكن 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 عشان لما هاي السكرين شوت تطلع بالفيديو تعملي دعايه لحسابك على التيك توك، صح؟ صح. انا هون لسه بركز على اشياء بسيطه كثير، هلا شوي راح اورجيكم الدلائل الحقيقيه اللي بتثبت كذب هاي البنت. خلينا نكمل. بعد كده فقال لي بعتي لي صورتك بالقط، قلت له لا انا ما عنديش صور خاصه، فبعت له صور عاديه، فانا قلت يمكن عايز مثلا يشوفني من كذا اتجاه مثلا. اوكي اوكي، يعني هو طلب منك انك تبعتي له صورك بالقط، فانت بعتي له صورك عاديه عشان بلكي بده يشوفك من اكثر من اتجاه. زي هيك مثلا يعني. اوكي، بعد هيك بتحكي هالبنت انه احمد حسن ضل يطلب منها صور، هي كانت دايما ترفض تبعت له الصور. لما رفضت ابعت له صوري قال لي ليه، هو انت لما تشوفيني مش هتعملي؟ قال لي يعني هتحضنيني وتبوسيني. لا لا لا، صراحة الموضوع صار فيه بوس، يعني انا في معي شويه مشار، صار فيه بوس، الموضوع تحمش كله مشار جاكي. والله الموضوع شكله ولع، الموضوع شكله ولع، الموضوع صار فيه بوس. ما علينا، كملي كملي. قلت له ليه؟ قال لي ما هو اي حد بيشوفني بيحضنني ويبوسني. ايش؟ اي حد بيشوفك بحضنك وببوسك؟ اي حد بيشوفني بيحضنني ويبوسني. ما تحسن يعني اذا التقينا في يوم من الايام، يعني لا سمح الله اذا التقينا في يوم من الايام لو سمحت يعني ما تجي تسلم علي، انا ما بدي اسلم عليك ولا بدي تسلم علي، شكرا شكرا. ما بديش احضنك ابوسك، شكرا. طيب بعد هيك هاي البنت بتحكي انه عرض عليها انهم يتقابلوا، فهي حكت له انه خلينا نتقابل بمكان عام، وهو برفض وبحكي لها تعالي عندي على الفيلا، وبحكي لها وين مكان فيلته، بحكي لها انه البيت عندي فاضي تعالي ما عندي حدا، وحكى لها انه قال لي هنلعب عريس وعروسه. بعد هيك بتقعد تحكي حكي يعني الصراحه ما راح اقدر اعرضه كامل يعني، بس انه بكون الغرض واضح منها انه تحرش. وفي لقطه صغيره اللي هي كانت اهم لقطه موجوده بهذا الفيديو اللي بتبين فيها صوت احمد حسن، انه انا طلبت منه انه بعث لي فويس عشان اتاكد انه هذا انت، فعرضت هذا الفويس على الفيديو. طيب يا بنتي ده فويس بصوتي عشان اتاكد ان انا انت كده عارفه صوتي مظبوط؟ هو هذا فعليا صوت احمد حسن، ولكن راح ارجع كمان شوي للفويس عشان اوضح لكم ان هذا الفويس برضه كذب. وبعد هيك قعدت تحكي انه هذا الكلام بس عشان بدي اوعيكم مش عشان بدي اجيب مشاهدات، بدي اوعي البنات من هذا الموضوع. وفي الاخر حكت لو عجبك الفيديو دوس لايك للفيديو، لو لسه جديد في القناه دوس اشتراك. بالضبط يا جماعه، اذا عجبك موضوع التحرش حط لنا لايك، لايك على موضوع التحرش، واذا انت جديد وعجبك موضوع التحرش برضه اشترك يا اخي، اشترك بدنا نوصل لنص مليون. اوكي يا جماعه، اوكي هلا بدي اوضح لكم كل الاشياء اللي كانت كذب بهذا الفيديو، اللي انا كنت واثق وعارف انه هذا الاشي كله كذب قبل ما احمد حسن وزينب يطلعوا ويوضحوا هذا الموضوع، وهلا راح اورجيكم الفيديو تاعهم، ولكن خليني اورجيكم الاشياء اللي كانت واضحه جدا انه هذا الموضوع كذب. بس قبل ما اورجيكم هاي الاشياء بدي اورجيكم هاي المحادثه بينه وبين كريستيانو رونالدو، طلب فيها انه انشر له حسابه على الانستغرام. صراحه انا ما وافقت ابدا على هذا الموضوع، مستحيل اوافق اني انشر لك يا كريستيانو، انا اسف مستحيل، ولكن بنشر لحالي. اذا حابين تعملوا فولو الانستغرام هي اسمي على الانستغرام، اعملوا الفولو يا جماعه. كريستيانو رونالدو عامل لي فولو. برضه بورجيكم هاي المحادثه اللي بيني وبين ميسي اللي بطلب مني اوقع له على تيشيرت، وصراحه انا كنت مش فاضي بدي اصور هذا الفيديو، فقلت له صراحه انا مش فاضي عندي فيديو اصور. هاي المحادثات محادثات حقيقيه 100%، هاي السكرين شوتات منها صح. اظن انكم فهمتوا الشيء اللي بدي اوصلكم اياه، انه تنفيق السكرين شوتات ولا اسهل منه، يعني في مليون برنامج صغير بتقدر تعمل محادثه مع اي بني ادم بدك اياه، فانه اصدق المحادثه من سكرين شوتات صراحه شبه مستحيل، ولكن برضه بدي ابين لكم انه السكرين شوتات فيها كذب. في البدايه لما كانت تاخذ سكرين شوتات من الانستغرام، اولا الموبايل كان اندرويد، والسكرين شوتات اللي من الواتساب كانت من ايفون. عادي ممكن نحكي انه كان عنده موبايلين مش مشكله. هي حكت انه في البدايه لما حكوا مع بعض كانوا يحكوا على الانستغرام، ولو اجينا تفرجنا على الساعه اللي موجوده على الانستغرام هتلاقوا انه المسجات مبعوثه خلال الساعه 6 مساء، ولكن المحادثه لما راحوا يحكوا بعدين على الواتساب الساعه صارت 4 مساء. رجعتي في الزمن عشان تحكي معاه على الواتساب؟ لو سمحتوا لما تيجي بدكم تنفقوا ركزوا على الاقل على السكرين شوتات الغبيه اللي عاملينها، كل سكرين شوت عاملينها من الموبايل، كل سكرين شوت عاملينها بوقت مختلف تماما. والشيء الاهم اللي بدي ارجع واركز عليه كمان مره اللي هي الفويس نوت. طيب يا بنتي ده فويس بصوتي عشان اتاكد ان انا الفويس اللي كانت مبعوثه لهي البنت ما كانت مسجله تسجيل صوت، كانت
كانت عبارة عن رسالة محولة، وإذا ما بتعرف شو معناها في الواتساب، هي معناها إنه هاي رسالة موجودة من محادثة من شخص آخر مبعوثة إلها. هذا صوت أحمد حسن فعلياً ولكن بمحادثة تانية تماماً، مش مع هاي البنت. وحتى التوقيت اللي موجود على هاي الرسالة موجودة بعد الساعة 12 بالليل، بعد أكثر من 8-9 ساعات من الموضوع اللي كنتوا تحكوا فيه. شوفوا بشكل عام انا كنت عارف ان الموضوع كله كذب وكنت واثق جدا انه كذب، ولكن كنت مستني انه احمد حسن يطلع ويحكي عن الموضوع. قبل ساعه تقريبا من تصوير هذا الفيديو طلع هو وزينب وحكوا عن هذا الموضوع. خلينا نشوف الفيديو تاعهم مع بعض. انا يعني واخد فكره وحشه جدا عن جاستن بيبر وسيلينا جوميز اللي هم عندهم ملايين وفي ملايين الناس اللي بتتفرج عليهم. جاستن بيبر بعتين لي رساله على الاكونت بتاعي بيقولوا لي ايه؟ جاستن بيقول لي ابو الصحاب اخبارك ايه؟ اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه عادي اي حدا ممكن ينفق اي مسج سكرين شوت لمسج ولا اسهل منه الكذب فيه. ده سكرين شوتات لسيلينا جوميز وجاستن بيبر جايين نشكو عن بعض لاحمد حسن. هل ده حقيقي؟ طبعا مش حقيقي. لقيت واحده بتدعي ان كانت بتكلمني او كلمتني، المفروض ان هي مش عارف كلمتني وانا رديت عليها، بعدين قلت لها تعالي نتكلم على الواتساب ده. اوكي هلا احمد حسن برجع بوضح انه كل السكرين شوتات كانت تنفيق، وبرجع بحكي عن موضوع الساعات اللي كان واضح جدا انه كذب. بس صراحه انا اللي كان هاممني اكثر انه الفويس نوت من وين اجى. احمد حسن بيطلع بوضح هذا الموضوع. هو الصوت صوتي، صوته محد، هو ما انا ما قلتش مش صوتي، هو صوتي. ناس كتير بتكلمني على اعلانات، اللي بيبعتوا لي بيبقوا عايزين يتاكدوا ان انا، فبيقول لي يا احمد طب احنا عايزين نتاكد عشان نحول لك الفلوس. فأحمد حسن حكى انه هذا الفويس كان بعته لوحده حابه تعمل اعلان، ويمكن هي فعليا تسمى نفسها اللي عامله هذا الموضوع بس ما بنعرف. فصراحه هو تفسير منطقي جدا جدا جدا. ده في حاجه كمان يعني استفزتني بقى قوي، هو انا المفروض لو انا واحده محترمه وهو واحد مش محترم ومتحرش وانا دخلت كلمته باحترام وهو لقيته ماشي معايا دغري هاخده امشي وراه وانزل واعمل واسوي اقول قال ايه بس تدرجوا بتستدرجي ليه؟ خلاص خلاص هادي 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 زينب 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 واحده واحده. حسن امسكها امسكها امسكها. طيب هقول لك ما يولع ما يتفلي ما تسيبيه وتخليكي محترمه لنفسك. زينب 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 واحده الله واحده واحده الله زينب زينب امسكي امسكي احمد حسن امسكي امسكي. محترم يا حبيبتي اعملي له بلوك وخلاص شكرا وكان الله في العون. لا المتربيه والمحترمه ما بتعملش كده، انا اعرف يعني المتربيين وكلنا عارفين المحترمين المتربيين ما بيعملوش كده. خلاص 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 واحده الله واحده زينب زينب واحده الله واحده الله امسكي. لا يمكن هاي اول مره بدافع عن احمد حسن. حسن عمل كثير اشياء غلط، ولكن لما اشوف غلط ينفق لشخص صراحه ما راح اروح اوقف ضده بس عشان اجيب مشاهدات، لا راح اوقف مع الحق. اللي بيحكيه احمد حسن هو الصح، ففعليا الكذب يعني واضح جدا 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 بالفيديو، واضح جدا انه كل هذا الفيديو معمول لسبب واحد عشان يجيب مشاهدات، وبرضه كمان واضح جدا انه هذا الفيديو مش معمول منها هي، معمول من اشخاص ثانيين، لانه لو شفتوا قناتها راح كل راح تشوفوه بطاطا، اما بس بهذاك الفيديو كان فيديو تصوير وكواليتي، فواضح جدا انه هذا الشيء بس ملعوب عشان يعملوا دراما غبيه جدا، وواضح انه مش مرتب لها ابدا اشخاص ثانيين مساعدينها في هذا الموضوع، لانه اذا هي عملتها لحالها ما راح تعمل شيء اكثر من انها تاكل بطاطا. طيب يا جماعه هلا هيك انتوا عرفتوا القصه كامله وعرفتوا انه الحق كله مش على احمد حسن، الحق كله منفق على احمد حسن من هاي البنت، فما تصدقوا اي شيء موجود على السوشيال ميديا لحد ما اطلع وانا اكد لكم على هذا الموضوع. طيب يا جماعه انا راح اكون نهايه الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، اذا انت جديد واول مره بتشوفني وعجبك الفيديو دوس لايك للفيديو، ولو لسه جديد في القناه دوس اشتراك، واذا مش عاملين فولو على انستغرام اسمي في الانستغرام راح اكون تحت في اول تعليق، اعملوا فولو على انستغرام وابعثوا لي شو حابين اعمل بالفيديوهات الجاي، وانا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.